السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. العلماء يعرفون الفتنة يشمون رائحتها من بعيد، فيقول احذروا هذه فتنة لا تشاركوا فيها. غير العلماء يقولون ما هذا العالم، هذا لابد أن يكون هذا العالم عنده أجرة عند السلطان، يدعم السلطان. والمسكين قال كلمة حق كتابا وسنة تفقها في دين الله عز وجل. لما تدبر الفتنة تنتهي الفتنة عن وجهها الأسود الكالح. نعم صح كلامهم صح. لما كانت مظاهرات الربيع العربي، من كان يجرؤ على الإنكار؟ كل الناس كانوا يصفقون ويؤيدون. والله كنا نقف مع عدة مجموعات من الدول، ليس فقط الجزائر، نكلم الناس كأنك تكلم جدران. كل الناس مع ما سموهم بالربيع العربي. أنت تقف أمام المشروع الإسلامي، هؤلاء يريدون دولة الإسلام، أنت هؤلاء يريدون أن يرفعوا كرامتك، أن يرجعوا للمسلمين سيادتهم في العالم. لما انتهى الأمر لما انتهى إليه في ليبيا وفي تونس وأشد من ذلك في الشام والآن في العراق، والقاعدة وداعش يلعبون بعواطف المسلمين، قالوا نعم هذا ليس بالربيع العربي، هذا القحط العربي. نقول الآن وقد عصيتم من قبل ولم تستمعوا إلى كلام الحكماء والعلماء، واتهمتموهم بأنهم ليس عندهم غير على الإسلام وحرماته. أنا الآن أدعو جميع من أفتى السوريين بالمظاهرات أيام ما يسموه بالربيع العربي، أدعوهم وأطالبهم بأن ينجوهم مما فيه من كرب عظيم، إنهم مسؤولون عما قالوا. في ذلك الوقت كانوا كالإنسان السكران، تكلمه ولا يعي، ما عنده شيء إلا المظاهرات. الآن أخرجهم من ورطتهم. الذي قال اقتلوا القذافي ودمه في عنقي، نطالبه الآن بأن ينجي الليبيين من هذه الفتنة التي هم فيها. أنا لست من مؤيدين القذافي ولست من المحبين له، لكن أقدر المصالح والمفاسد، هذا المقصود. نقدر الله تعالى لما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، ليس حبا في المشركين، وإنما حفاظا على حرمة اسم الله. وهكذا نقول لهؤلاء السوريين غيرهم، حفاظا على دمائكم، ما فعلتموه غلط كبير وفتنة عظيمة، ومن أفتاكم أول مسؤولين عند الله يوم القيامة. ليس مشكلتهم مع القوم في الخلافة الإسلامية، كلنا نريد أن نسترجع خلافة إسلامية من أقصى المغرب الإسلامي إلى المشرق الإسلامي تحت خلافة واحدة يحكمنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. كل من لا يريد هذا، لكن أنت عيش يومك، شوف الموجود بين يديك، أصلح شيئا فشيئا. أما أن تريد خلافة إسلامية بهذه الطرق، يعني بالدياسة على جماجم المسلمين، هذا ما يصير. والرجل لما خطب قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، وأنا أقول إنه صدق وكذب. صدق لما قال لست بخيركم، فهو ليس بخيرنا، بدليل أن العلماء متوافرون ولا أحد يعرفه. كيف يكون خيرنا وهو مجهول عند خيارنا وهم العلماء لا يعرفون؟ أين تربى؟ أين تعلم؟ أين شيوخه حتى يقال أنه عالم؟ ثاني يقول إني وليت عليكم، نقول له من ولاك علينا؟ هذا السؤال، من ولاك علينا؟ نحن ما وليناك، الذي ولاك علينا هم وحوشك على طريقتك، وإلى من ولاك؟ المسلمون في الجزائر ما ولوك، المسلمون في تونس ما ولوك، في المغرب، في مصر، في السعودية، في أي مكان ما ولوك. اقتبس كلمته هذه أو افتتاحية خطبته من خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق انتخبه المهاجرون الأنصار بدون مخالف، هم الذين اختاروه. أين هذا الاختيار عند أبي بكر البغدادي؟ العلماء كافة يردون عليه، البعيد والقريب، الذي على وجهه صحيحة والذي فيه وفيه، كلهم يتنكرون لهذا الرجل. فكيف يقال إنها خلافة إسلامية؟ رقعة العراق لم يتمكنوا منها، فكيف يقال إنها خلافة إسلامية؟ يعيشون في الأوهام، وشباب المسكين الذي يذهب إليهم يعيش في الأوهام، ويدعون إلى الهجرة أيضا، وهذه سنة الخوارج، هذه سنة الخوارج، هاجروا إلينا. من أنتم؟ أنتم سبحان الله عظيم إلى الآن في وحل في بلادكم، ما استطاعوا أن تخرجوا من هذا الوحل،
تريدون الناس يهاجروا إليكم ثم يهاجروا إليكم لتقتلوهم. الذي لم يعرف الخوارج في حيث هؤلاء هم الخوارج. نسأل الله تعالى أن مثل هذه الدولة أن لا يوفقها الله، لأن لو وفقه الله عز وجل فستكون هناك فتنة عظيمة يكون استدراجا لهم من قبل الله وفتنة لنا، لأن الدماء ستراق وتسيل. وإلا كيف الآن رجل يتصور في طريقة إعلامية ماكرة يأخذ 5 رؤوس يحزها حزا ويصورها بين يديه يضحك؟ شيء عجيب. يعني النساء الحرائر تسبى كأنهن عبيد، هكذا دخلوا قرى وأخذوهن بغير حق. أموال الناس يقال شارك في الدولة الإسلامية، لابد أن تعطي مالك. أنتم الآن بالأمس كنتم تقولون الحكام سراق، وأنتم ماذا تصبحون اليوم؟ تأخذون أموال الناس بغير حق باسم الخلافة الإسلامية. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، هكذا فعل أبو بكر رضي الله تعالى في جهاده، وهكذا كانوا يقتلون القس في صومعته. هل كانوا يقتلونه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنهم. كانوا يقتلون الصبيان والأطفال؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في معركة فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني هذه امرأة الأصل أنها لا تقاتل فكيف تقتلونها؟ وحرم بعد ذلك قتل الصبيان والنساء وغير ذلك ما هو معروف في ديننا. لو تمكنوا ما تركوا أحد من المسلمين، وهم هددوا جميع الدول المسلمة، قالوا اليوم العراق وغدا سوريا وبعدها كل دول المسلمة، لأن لا يعترفون بدولة. كيف تستسلمون لأمثال هؤلاء؟ سيقتلون في بلادكم ما قتلوا في بلادهم بغير حساب، وأكثر سكاكينهم واقعة في أعناق المسلمين. يأخذون الرجل في قفص ويسحبون إليه النار سحبا قليلا قليلا حتى يقتل. هكذا كان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. العلماء جميعا لا يوجد أحد منهم يؤيد داعش، وهذا سؤال أحرجناهم به، من من العلماء معكم؟ أرونا. يعني دعوة لا يؤيدها العلم والعلماء لا يمكن أن تمشي. إن الذي لا أشك فيه أن دولة داعش مؤيدة من قبل الغرب، لا سيما من المخابرات العالمية، لا أشك في هذا لحظة عين. الإنسان العاقل لا يشك أبدا في هؤلاء. نحن نعتبرهم، لا شك نعتبرهم في أصلهم أنهم مسلمون، لكنهم مدفوعون دفعا كبيرا من قبل الغرب، وهم يحتاجونهم. أول احتياج في الأعلى تشويه الإسلام. انظروا هذا والإسلام، انتبهوا أيها البلدان الكافرة أي غير المسلمة، لو دخل الإسلام هكذا تصبحون تعيشون كل يوم يطير رأس. إن داعش لما أساءوا الفعل قد أراحونا من البحث عنهم وأراحونا من مسايرتهم، وندعو شباب المسلمين أن يهجروا المناطق التي ذهبوا إليها وأن يرجعوا، ولا يفكروا في كون الأمن سيزج بهم في السجون أو لا يزج بهم في السجون، فتبقى روحك محفوظة ولو في سجن أفضل وأولى من أن تموت في بدعة. العمل ليس خاصا بالمصلحين فقط، بل على الدول أيضا أن تشارك. الدول اليوم شاركت مشاركة ما في القمع الأمني، وهو لابد منه، كل دولة لها جيش وأمن وشرطة وحرس، وهم عيون البلاد، لابد منهم لأن يحرسون البلاد من كل سوء. لكن هذا فكر لا يعالج بمجرد المنع والقمع. المنع والقمع لابد منه، لكن قبل ذلك لابد من معالجة الفكر بالفكر، ومعالجة الفكر الفاسد بالعقيدة الصحيحة. وكون الناس لم يجتهد في تعليمهم المعتقد السليم هو الذي جعلهم لعبة في أيدي المفسدين، وسهل أن يستقطبوا إلى ما يريده القوم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.